اوكي. وهلا لا 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 لا, لا. هلا بابل 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 الرقصه هلا الرقصه النهائيه بين لحظه نسيم جمهورنا الكبير بتعايز تطلع تقعد عايزه تتحمم يدي عايزه تتحمم شتا شتا خليكم واقفين مشتركين معنا كاميرا يا ما بال عم نمزح ولا عم نلعب هلا مسلى اوكي سوري وهلا باخر بالدور الثاني في مفاجاه لا المشاركتين اثنين وهيدا التحدي كثير رح يكون صعب بين دينا من مصر ومابيل من لبنان. صحيح هيدا التحدي كثير صعب لانه مابيل رح ترقص على اغنيه شرقي ودينا رح ترقص على اغنيه غربي وهيدا هو التحدي وبنشوف مين يكون الفائز الاول بجائزه 100,000 دولار برعايه تويوتا. بريك اعلاني مشاهدينا وبنرجع لتكمله سهرتنا. اوكي برافو يا الله مبيدين مبيدين مش نسيم بجد حسب ما انت تشوف بقى اي 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 موسيقى اي موسيقى انت ما تعرفوهاش هي ما تعرف اي موسيقى انت ما تعرف اي موسيقى يلا والموسيقى ما بيعرفوها لا ما بيعرفوها اوكي اول شيء ببلش يلا 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 ما بلش دينا قاعده انا دينا ثالثه خد بلش شرقي اول وحده اول بس ليكي بدك ترقصي مثل ما رقصت دينا شرقي عرفتي مش انا ترقص تعملينا هيك هلا شرقي وهي نازله دربكي تحت لا ما فيكي ما تزبط يعني ومش هيك درجه مش هيك انت طب زي ما تزعلي انت اساس صوت ما تتدخل مش معقول انا ليش اخر موسم لي انسحب انا من البرنامج ما حدا طلبك شو وحدك جيت يلا اوصل تنشوف شو بيطلع من امر الشرق عم يسمع اوكي لا ما عنده مع مدينه اوكي يلا وبنرجع لسهرتنا اعزائي المشاهدين و لثاني مره يلا لثاني مره بسهرتنا دينا عادل من مصر رح تقدم لنا رقص يا اخويا ما بدي ايدك كده بالنيله مش كفايه من الخمسه اللي قاعدين قدام يلا تفضل يا بابا تفضل يلا دينا مستعده؟ مستعد يلا يا ساتر يا رب تحيه كبيره لدينا الشجاع الواد عايز يكسب البيت دي دينا نحن معي بس واصلين للاحساس ما بتخافي ما تتوتري لا تتوتري دينا قال دينا
كانت دينا عادل من مصر. تحية كبيرة دينا مصر، برافو. شكرا دينا، شكرا. خلاص هلا احنا نجيبها بعدين بعدين بعدين. اوكي بنفوت هلا لمابيل جديد من لبنان اللي ترقص على شرقي. تحية كبيرة لمابيل. صباح.